الله يخليك يا است كوكب، ما الكل عم يقول له انه الشغله بايدك وانت ايدك واصله وفنانه كبيره و... ايه 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 قلت لك اسمه مواهب على قارعه الطريق. ايه ايه حاضر، خلص حاضر، خلص مو اليوم، خلص بس حددي لي موعد انت. طب اسمعي اسمعي مني، اسمعي هلا شوي صغيره بس اسمعي. من كتر ما اشتقنا ما اشتقنا يا قمر صرنا حسبي الله ونعم الوكيل. خير امري، شو بدك؟ ايه كسر ايدك، عفوا يعني عدم مؤاخذه، من بعينك ما بجي الا كل مره بلاقيك عم تحكي على التلفون وعم بتغني. ما دخلك، اعطيني هدول الاغراض كلياتهم بدي اياهم. يلا حطوا هون بالساك. شلون مبسوطه بالشغل؟ شو خصك انت؟ عم نسال بعدين ما قلتي لي شو اسمك؟ ما تفهمي غلط انه هيك بس مشان نعرف شو ناديلك. انا اسمي دنيا اسعد سعيد وعمري بحيطان 24 سنه ومن ضيعت بين القصرين. ومبسوطه بالشغل هلا ولا مو مبسوطه؟ والله لا بزم ولا بشكر الا بعد سنه وست اشهر حاكم الشغل. انت بتعرف في الصالح وفي الطالح، يعني دي دي سجلهم على عمي ابو رامي. خلصني بتامري بلا هو. معقول هالمنام اللي شفته يكشف لي اياك يا ابو رامي؟ معقول ابو رامي يساويها بعد هالعمر؟ بعد شو؟ بعد ما كانت المي ماشيه من تحتي وانا ماني دريانه، كل عمري بحسبه رايح من شغله لبيته ومن بيته لشغله، يعني المشوار اللي كان يطول فيه يروح على القهوه يلعب دق طاوله مع اصحابه ويرجع. ولي على قامتك يا ام رامي؟ ما هو كل يوم بيروح على القهوه المثلى يلعب طاوله. شو يعني؟ لا لا كبري عقلك ام رامي، شو هالحكي الفاضي هذا؟ ابو رامي طول عمره عقله كبير، مو معقوله يساويها. طلع سهتان عم يقابلها من ورا ظهري، ومين؟ سكرتيرته يلي معه بالشغل. معه بالشغل؟ ولي؟ الو موجود، تكرم عيونك ابو رامي. اترك من ايدك شغل الست دلال، هلا بتجي وبتكملون حاجه. هلكت حالك من شانها. شو الحكي اللي عم تحكي انت؟ استحي يا رجل. الو اهلين ام رامي، اهلين. الو 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 ام رامي. ايه ابو رامي، اهلا وسهلا ابو رامي. خير ام رامي؟ صار شي بالبيت؟ ما بتفرق ما بتفرق، كل شي من ايديك حلو. صباح الخير. صباح الخير. انا اسفه يا جماعه لا تواخذوني، الله يخليكم، تاخرت اليوم بس لانه في عندي ظرف البيت كان. الحمد لله مشي الحال. اهلين ست دلال، اهلين. ايه ام رامي. ايه لا شو هالحكي انت الثانيه؟ شبنا صرنا متجوزين اكثر من 30 سنه، بحياتك ما دقيتي لي تليفون على الدائره وسالتيني هيك سؤال؟ المهم هلا يا ستي شو ما طبختي من ايديك؟ طيب ماشي هلا اتركيني، تركيني عندي شغل بس اجي على البيت بنكمل حكينا. مع السلامه. وينك يا ست دلال؟ ليش تاخرتي؟ شغل بالنا عليك. اليوم تسكرت البلالية معي، شفت على هالمشكله يا ابو رامي؟ يا لطيف شو تعذبت لحتى لقيت واحد يصلح لي اياهم. المدير سال عنك والسيد ابو رامي قام بالواجب وزياده. واجبنا تفضلي، هاي الدوسيه صارت جاهزه والمدير عم يستناك خدي. بتشكرك من كل قلبي يا ابو رامي، والله لولاك ماني عارفه شو كنت بدي اساوي، عن جد بحسك مثل بابا. عن اذنكم.